ينعقد الاجتماع الأول للجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، ويأتي هذا الاجتماع بعد وعقب أداء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لتنطلق هذه الجلسات الخاصة وفقا للمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتأتي أولى هذه الجلسات اليوم بحضور عدد من الوزراء. وأيضا لو تحدثنا على حرص الجلسات وحرص أيضا هذه اللجنة على مناقشة التحدي الاقتصادي في بداية هذه الجلسات، وخاصة البيان الحكومي الخاص بالوزارات المرتبطة بالاقتصاد، وبحضور عدد من الوزراء منهم وزير المالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي والعديد من الوزارات المختصة بهذا الشأن، وأيضا حضور لوزير الشؤون النيابية وحضور لأكثر من 42 نائب من البرلمان يمثلون الهيئات البرلمانية والكتل الحزبية، وأيضا المستقلين والمعارضة والسيدات والعديد من المختصين باللجان النوعية التي أيضا لها الكثير من الاختصاصات المرتبطة بالاقتصاد المصري وأيضا بيان الحكومة. هذا عن الجلسة الأولى والتي تناقش الاقتصاد بشكل كبير. أما الجلسة الثانية والتي يحضر فيها عدد من الوزراء منهم الثقافة والعدل والأوقاف، وأيضا تناقش عدد من البيانات المرتبطة بالحكومة. عن الإجراءات الداخلية لهذه الجلسات، هناك ما لا يقل عن 20 دقيقة لكل وزير لشرح بيان وزارته والسياسات التي سوف ينتهجها خلال الأيام المقبلة، وهناك 3 دقائق لكل نائب من النواب المختصين والحاضرين لهذه الجلسات للتعليق والاستفسار من خلال طرح العديد من البيانات خلال الجلسات النقاشية. هذه الجلسات التي انطلقت اليوم مستمرة حتى الاثنين المقبل، وأيضا بما في هذه الأيام من الخميس والجمعة، بمعدل كل يوم جلستان، لكن يوم الجمعة سوف تكون هناك جلسة واحدة فقط. هذا عن الإجراءات الداخلية وأيضا اللائحة الخاصة بالجلسات النقاشية الخاصة ببيان الحكومة وانطلاق أولى الجلسات وبانتظار الجلسة الثانية. يعني رامي، ما هي أبرز النقاط أو ما جاء من مناقشات بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين؟ بين التوقيتات المرتبطة بهذه الجلسات كان لدي الحديث مع عدد من النواب حول النقاط المطروحة وأيضا رأيهم في البيانات التي ألقاها عدد من الوزارات، وتم الإثناء والحديث حول أن الوزراء كان لديهم حرص كبير قبل إتلاء أي من البيانات المختصة بوزارتهم وخاصة الاقتصاد بشكل كبير، هو طمأنة النواب والمواطنين وأيضا الشعب المصري على العديد من التحديات. كان العنصر البارز أمام جميع أو مائدة هذه الجلسات وجميع النواب هو طمأنة الشعب المصري والمواطنين بالتحديات المرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد المصري من خلال البيانات، وحتى في الكلمات الافتتاحية التي أدلى بها الوزراء. نعم، رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.